اهلا وسهلا البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. نتمنى كتشوفوا الفيديو ديالي، فيديو جديد ونهار جديد. قبل ما نبدا الفيديو ديالي بغيت نبارك لكم العواشر ونقول لكم عيد مبارك سعيد. الله يدخل علينا وعليكم الصحه والهنا باش ما كنتمناو ان شاء الله، ويرفع علينا ربي هذا الوباء وان شاء الله تعم الصحه على العالم كله. صوبت البنات واحد الحليوه ديال العيد، غير شكيل واحد الحليوه غريبه ديال الكركاع واللوز، وبغيت نتقاسمها معكم. للاسف انا ما عنديش الوقت مع ولدي، ما شاء الله عليه ما كاينش الوقت باش نصاوب اكثر من شكل ديال الحلوه، وقلت نتقاسمه معكم. وريتكم البنات كل شيء في الفيديو، شرحت لكم التفاصيل، كنتمنى تتبعوا لي زيتاب وان شاء الله غادي تعجبكم، غادي ننجح معكم من اول تجربه. وبالنسبه للبنات اللي كيشوفوا الفيديو ديالي لاول مره، كنتمنى تخليوا لي لايك واشتراك وتخليوا لي كومونتير باش تحفزوني وتشجعوني ونحط لكم فيديوهات اكثر. خليكم البنات معايا حتى لاخر الفيديو. غنحتاجوا البنات لهاد الغريبه. عندنا هنا 250 غرام ديال اللوز اللي بالقشور ديالو كيف ما كتشوفوا، خليته بالقشور ديالو وهرمشتو، كنهرمشوش البنات بزاف، دوزتو في الماكينه اللي كتهرمش. عندي 250 غرام ديال اللوز وعندي 250 غرام ديال الكركاع، ما محمرين البنات ما والو، كيف ما هما كيف ما كتشوفوا كيبقاو شويه غلاض. وعندي 250 غرام ديال السكر سنيده، عندي معلقه كبيره ديال المربى ديال المشماش، عندي واحد ساشي ديال الخماره، عندي معلقه صغيره ديال الفاني، جوج معالق ديال الكاكاو، معلقه كبيره ديال الزبده اولا 25 غرام ديال الزبده. وبالنسبه للبيض غنحتاجو جوج حتى ثلاثه البيضات حتى نشوفوا الخليج شحال غيهز لينا. البنات ضروري ما تخليو هادو شويه ما يكونوش منيلين بزاف، باش كتعطينا واحد القرمشه، كتجي واحد القرمشه في الغريبه ديالتنا، كتجي فيها واحد القرمشه. البنات كيف ما كتشوفوا هنا راني درت المكونات كامله مع بعضياتها، كنتمنى يكون كيبان لكم مزيان. وبالنسبه للبيض انا دائما هذه هي الطريقه اللي كنستعمل، حيت هاد غريبه الا مشات فات لكم فيها البيض غادي تسيح لكم في الفران، غادي تسيح يعني غادي تجي جاريه، غيخصك غادي تضطري تزيدي لها، تزيدي لها عاوتاني مكونات، تزيدي الكركاع وتزيدي اللوز. يعني من الاول الانسان ياخذ الحذر ديالو. انا غندير بيضه كامله والبيضه الاخرى هاد لاسيس وراتي ليا ماما الله يخلي لها صحيحتها. البيضه الثانيه دائما كنديرها بحال هكا في كاس وكنطربها بالفرشيطه وكنبقى نزيد غير بالمعلقه، انا حيت ما غتقدريش الا شديتي بيضه بغيتي تاخدي منها النص ما غاديش يمكن لك. دابا غادي نضيف بيضه وحده وغادي نخلط الخليط ديالي وغنشوف من بعد واش غيخصني واش غيخصني نزيد البيض اولا غادي نكون. ولكن في الغالب حتى البيضات ما كبرش بزاف كما كتشوفوا، عندي البيضات صغار، في الغالب غادي يخصوني جوج ديال البيضات اولا جوج البيضات اونص. انا حطيت غير جوج ديال البيضات دابا كيف ما وريتكم، غادي نديرهم وغادي نشوفوا انتما معايا تنشوفوا كيفاش غيخرج لنا الخليط. كنضيفوا البنات بحال هكا البيضه وكنبداو نخلطوا الخليط بيدينا. كيف ما كتشوفوا الزبده راه كتكون درجة حرارة الغرفة، كنبداو نخلطو بشوية. البنات كيف ما قلت لكم خصنا نمعكو مزيان هاد غريبة حتى كينسجمو المكونات، وما حدنا كنمعكو ما حد هديك السنيدة اللي درنا كطلق لينا كدوب وكطلق الما ديالها، وهي اللي كتخلي لينا هادشي يتعلق. كيف ما قلت لكم البنات خصنا نمعكوها مزيان مزيان، ما حدنا كنمعكو ما حد هي كتعلق لينا. غادي نحاول نزيد شويه ديال البيض، انا حيت يدي عامره غنزيد غير شويه هكذا ونعاودو معكم حتى نشوفو شحال غادي تدخل لينا ديال البيض. هي كيف ما قلت لكم غالبا انا البنات درت القياس صغير حيت كتخرج بزاف، درت القياس صغير يعني ماذا بكم ديروا نتوما القياس اللي بغيتوا. البنات تجي كتعلق وما تبقاش كتلصق في اليدين. هنا كما كتشوفوا راه مازال الكنيدات كتجمع شويه، خاصها تجي معلكه مزيان. هاد السر ديال هاد الغريبه هو ديك التعليكه ديالها. انا في الاخير البنات غنقول لكم شحال هزات ليا ديال البيض. البنات انا غسلت يديا باش نجرب معكم الغريبه، هانتوما كناخذوا شويه هكذا كنحاولوا نديرو كويره. ها هي كتكور، مي انا جاتني باقا قاصحه شويه حيت هي كتزيد تشرب، اذا غنزيدو لها واحد المعلقه ديال البيض بحال هكذا. بحال هكذا كيف ما كتشوفوا زدت واحد المعلقه ديال البيض.
اللي كتعرف زعما تاخذ القياس نيشان ومن الاحسن باش ما تضيعش لكم الحشوه وصافي. كنعاودوا المعكوه مزيان البنات، خصها تتمعك مزيان مزيان مزيان. هاد البيض اللي استعملت صغير كنظن انا غتهدي جوج ديال البيضات كاملين. انا البنات ما كنستعمل لا ليغات لا والو، ما كنقدرش نخدم بالليغات، كنستعمل يدي يعني شحال كما كتشوفوا. مازال خصها البنات شويه، نعاودو نجربو الكويره ديالنا. شوف فاش كتخليو البنات هادوك الكركاع وداكشي محمر، شتو كيفاش كيعطي. كنظن غنزيدها مازال هاد شويه تكون ملي كتعجنوها تكون لينه معكم، ما تكونش قاصحه وما تكونش جاريه بيان سور. البنات كيف ما كتشوفوا ها نتوما الحشوه ديالتي ها هي مزيانه ملي كتوركو هكذا كتكون مزيانه. انا غنجرب معكم واحد شويه. ماما كيف ما كتشوفوا كتلو كتكور وما كتلصقش في اليد، كتعطينا هذا الشكل كما كتشوفوا. كتكون هذه هانتوما ما كتكونش البنات قاصحه تكون وما كتكونش لينه هانتوما، كتجي واحد لاباط اللي مجموعه شويه. نتمنى يكون كيبان لكم مزيان على هذا الشكل. راه بقى شويه ديال البيض كيف ما كيبان لكم، بقى غير هذا شويه ديال البيض. دابا غادي نديرها في الثلاجه، غادي نخليها نخليها واحد ساعه ولا ساعه ونص، وإلا قدرتوا البنات تخليوها حتى تبات كي كتكون رائعه. غنخليوها تروبوزا مزيان لاباط ديالتنا، ومن بعد غادي نرجعوها باش باش نشكلوها ونطيبوها ان شاء الله. من بعد ما غادي تروبوزا البنات ان شاء الله غادي نشوفوا واش غنشوف واش الا بقات لينا بحال هكذا لينه يعني ما قصحت ما حتى شي حاجه، الا بقات بهذا الشكل كنشكلوها وبقات بحال هكذا راه مزيان. ما بقاتش غادي نضطروا نضيفوا لها هاد شويه ديال البيض اللي خاصنا، والا خصنا مازال غنعاودوا نضيفوا. المهم بقاو معايا باش نشوفوا المراحل كامله. البنات هي هادي ديالتنا تروبوزات مزيان كيف ما شفتوا. انا بالنسبه لي ما غنزيدش ليها نهائيا البيض كيف ما كتشوفوا. القوام ديالها مزيان، كنتمنى يكون كيبان لكم مزيان. ملي كنعكوها ما كتلصقش في اليدين وطريه يعني ما ناشفاش. غادي نحتاجوا البنات دابا باش نشكلوا الغريبه ديالتنا، غنحتاجوا الماء الزهر وغنحتاجوا السكر كلاصي يكون سبيسيال البنات، الا كان عادي كونوا متاكدين ان ما غاتجيكمش مزيانه. وغنحتاجوا هاد الطريفات ديال الكركاع باش نزينوا الغريبه ديالتنا. اول حاجه غندير البنات غادي نحاول نكور هاد المقدار اللي عندي كامل ديال الغريبه، ندوز يدي في ماء زهر ونكور كامل ونحطو هنا، وعاد من بعد ندوزو باش ندوزوه في سكر كلاصي. ناخذ شويه ديال الزهر هكذا في يدينا ما نكثروش البنات. كناخذوا القياس، الغريبه كتبقى على حسب القياس اللي بغيتو، ما خصهاش تكون صغيره البنات ما كتجيش زوينه الا كانت صغيره. تقريبا هاد الشكل راه تبارك الله كتخرج كونتيتي لاباس بها. والقياس كيبقى البنات على حسب كل واحد كيفاش كيبغي الغريبه. غير هي الغريبه يعني لو شارم ديالها انها تكون كبيره، ما كتكونش الغريبه صغيره، كتكون كبيره بحال هكذا بحال هذا الشكل اولا كبر كاع الا بغيتو علاش لا. غير هي راه كتشقى البنات يعني كتكبر شويه، في نديرو حساب انها كتكبر في الفران. بهاد الطريقه البنات شتو كيفاش كيجيو الكويرات، كيجيو على هاد الشكل. هاد اللون البنات اللي كطلق راه غير ديال الكاكا. هاد الغريبه البنات كتجي غزاله، انا من بين الغريبات المفضلين عندي، وما كنديرهاش بزاف لانها فاش كتكون في الدار كناكل فيها بزاف. كنقدر ناكل حتى الخمسه ديال الغريبات متابعين، هذا كنتفادى انها تكون عندي ديما متوفره باش ما ناكلش فيها بزاف. راكم عارفين فيها يعني فيها كميه لا باس بها ديال السكر، من الاحسن الانسان يتفادى شويه الحلوى بزاف الا كنتو من المدمنين ديال الحلوى بحالي.
فمن الاحسن ما تكونش عندكم في الدار، انا الا كانت في الدار ما كنقدرش ما ناكلهاش، ما كنقدرش نحبس راسي ما ناكلهاش. المهم البنات كيف ما كتشوفوا نحاولوا نديروا مقياس واحد باش في الحطه يجيونا بحال بحال. خدينا وحده كبيره شويه وحده صغيره شويه، ماشي مشكل بحال هكا في هاد العبار، كنظن انهم كيبانوا عبار واحد. صافي كنستمر البنات بهذه الطريقه حتى كنكمل الكونتيتي كامله اللي عندي، ومن بعد نرجعوا ان شاء الله باش باش ندوزوها في السكر كلاصي ونزينوها بالكركاع. هذه جات صغيره شويه، نزيد لها شويه ديال الحشوه وكنقادو حتى كيجينا العبار اللي بغينا ديال الغريبه. غير كيف ما قلت لكم البنات ديما ديروا بحساب انها راه مني كتفكع مني كتشق في الفران راه كتكبر شويه، كيكبر لها الحجم، يعني ما نديروهاش كبيره بزاف، جينا مشوهه تكون مقدوده، يعني ما تكونش كبيره بزاف ما تكونش صغيره بزاف بحال هكذا. البنات غنستمر البنات نكمل الكونتيتي اللي عندي كامله ومن بعد نرجع لكم ان شاء الله باش نكملوا. كما كتشوفوا البنات هي الكميه اللي عطاتني الحشوه ديال الكويرات. دابا غادي ناخذوا، دابا السر البنات في في هذه الغريبه هو ان خاص ما يتحيدش لها السكر كلاصي، خاصها ملي طيب وتشقق تبقى شاده السكر كلاصي ديالها. الو غنحاولوا دابا غنحاول دابا نوريكم كيفاش يبقى السكر كلاصي لاصق فيها واخا تشق. كناخذوا بحال هكا الكويره ديالتنا كنبقاو نلويوها على هذا الشكل، شفتوا البنات ماشي غير شويه كنلويوها مزيان 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 حتى كتنغوبها كامله حتى كتلبس كامله بالسكر كلاصي كيف ما كتشوفوا على هذا الشكل. ومن بعد كنحطوها في اللاطه ديالنا، كناخذوا بحال هكا واحد نصيص كنوضعوه هكذا الفوق وكنوركو. خايب لكم البنات هذاك شويه ديال السكر كلاصي نزل، مي ما تخافوش لانها فاش فاش كتشق كتبقى شاده السكر ديالها. نعاود معكم وحده اخرى كيف ما كتشوفوا كنشدوها بحال هكذا، خاصها البنات تغلف مزيان مزيان مزيان، الا ما تغلفاتش البنات كونوا متاكدين انها ما غاتجيكمش زوينه، ويعني يعني فيها المقادير ماشي ماشي شي حاجه اللي يعني كتهز المقادير، فيها اللوز فيها الكركاع، يعني خص كيف ما المذاق هو المذاق كيجي رائع دون نقاش، ولكن خصنا حتى المنظر يجينا مزيان ماشي غير ماشي غير المذاق، لان العين كتاكل قبل من الكريشه. كنبقاو البنات نغوبيو بحال هكذا حتى كتلبس كامله. وكنعاود ناكد البنات السكر كلاصي خصو يكون سبيسيال، السكر العادي مستحيل يجيكم مزيان، السكر العادي خذوا السكر سبيسيال. انا كنستعمل روميسا سميتو روميسا، انا غنوريكم لومبالاج ديالو. كنحطوها بحال هكذا البنات، كنحاولوا نبعدوهم شويه، كناخذوا هكا نصيص كنحطوه في الوسط كنحاولوا نضغطوا غير بشويه على هذا الشكل كيف ما كتشوفوا البنات. تقدروا ديروا البنات غير النص ديال، هي كتجي زوينه الصراحه بهذيك هذيك القرقعه كامله، نص قرقعه كامله، ولكن كتهز القرقعه الصراحه. المهم البنات غنكمل بهذه الطريقه، كنبقى نلويها مزيان ماشي غير نقولوا صافي راه تفندات، ها نتوما خصها تولي بحال هكذا. كنتمنى انها تكون كتبان لكم، شفتوا كلها كتلبس بالسكر كلاصي، كنتمنى البنات يكون كيبان لكم مزيان. المهم على هذا الشكل كنحاول نبقاو نلويوها مزيان ماشي غير ندوزوها دغيا تدويزه ونقولوا صافي راه، حيت خاص هذاك السكر كلاصي يشد فيه يلصق عليها بحال هكذا البنات. وكنديرو نص ديال الكركاعه كنوركو بهذه الطريقه. الا ما بغيناش البنات نديرو نص الكركاعه كامل، شدو هكذا الكركاعه نقسموها في النص هكذا، اولا نديرو غير طريف ماشي مشكل، التزيين كيبقى اختياري يا البنات، حيت هي اصلا فيها الكركاع، يعني ديك الكركاعه ديال الفوق هي كتزين كتزيد المذاق لكن اصلا هي عامره بالكركاع، يعني المذاق ديال الكركاع راه حاضر دون نقاش. هكذا البنات نبقاو نلويو نلويو مزيان حتى كتلبس لينا كامله بالسكر كلاصي.
لهذا الشكل. بحال هكذا البنات كنحطوها هكذا ونديروا هذا النصيص اللي درنا، كنهزوه بحال هكذا، كنحاولوا نغسلوه في الوسط ديال هذا الشكل كيف ما كتشوفوا. نكمل البنات الكونتيتي اللي باقي عندي ونرجع لكم باش ما يجيش الفيديو طويل، باش نشوفوا كيفاش غادي نطيبوها. كما كتشوفوا انا كملت الغريبه ديالتي في التفنات. انا حاولت ندير لكم ثلاثه ديال الاشكال، درت لكم هذا اللي فيه النص ديال القرقاعه، درت لكم هذا اللي فيه غير طريف، ودرت هذا اللي وريتكم قبيله اللي فيه النص. ولكن كنظن ان الفرق بين بيناتهم احسن شكل كيجي فيهم هو اللي فيه النص ديال القرقاعه، كيجي فريمون زوين بزاف وكيجي عاطي العين وكيزيد حتى في المذاق. لكن كيف كنعاود نقول لكم انها كتهز شويه القرقاعه، الا مثلا درتوا هذا الكونتيتي كتخرج تبارك الله كتهز شويه ديال القرقاعه. المهم تزيد كيبقى البنات اختياري. دابا غادي ندوزو ان شاء الله باش طيب. انا شعلت الفران على 160 درجه، عندي الفران ديال الضو، غادي ندخلها الطيب. هاد الغريبه البنات ما كتاخذش نهائيا الوقت في الطياب، علاش؟ لان المكونات ديالها كلهم طيبين، يعني داك الوقت اللي كندخلوها ديك 10 دقائق حتى ربع ساعه اللي كندخلوها الطيب غير باش كيطيب داك البيض اللي فيها وصافي. المهم ندخل البنات الغريبه ديالتي تطيب ومن بعد نرجع لكم. كنعاود ناكد البنات هاد الغريبه ما تبغيش طيب بزاف، علاش؟ حيت الا طابت غادي تنشف، غتجي ناشفه وغادي تجيكم قاصحه، ما غاديش تجي معلكه، ديك التعليكه اللي فيها كتفقدها الا طابت بزاف. يعني كطيب من 10 دقائق حتى ل 15 دقيقه كاقصى حد. ندخل البنات الغريبه ديالتي تطيب ونرجع معكم ان شاء الله منين طيب باش نوريكم الشكل النهائي ديالها. هانتوما البنات الغريبه ديالتي من بعد ما خرجتها من الفران كتجي ما شاء الله كلها مشقه. حاول نقربها لكم شويه، كتجي كلها مشقه ما شاء الله، كتجي غزاله. كنتمنى يكون كيبان لكم مزيان. كيف ما كتشوف راه كاملها مشقه، ما كاينش شي وحده فيها اللي ما مشقاش، وكتبقى محافظه على السكر كلاصي ديالها البنات اللي درناه فيها، يعني ما كيتحيدش لها مع الطياب. البنات النصيحه اللي غنقدر ننصحكم، ملي تخرج اللطه من الفران ما نقيسوهاش نهائيا، الا قصتوها غادي تخسر لكم الغريبه ديالكم كامله، خاصها تبرد تماما عاد نقدروا نحولوها. ومنين نبغيو نهزوها نحاولوا نهزوها بشويه كيف ما كتشوفوا، راه ما كيتساش لا السكر نهائيا. كنتمنى الناس عفوا كنتمنى يكون كيبان لكم، كتجي غزاله البنات ومشقه كامله، كتجي رائعه وحتى في المذاق كتجي رائعه. نحاولوا نهزوها بشويه، راه ما كيتساش لا السكر كيف ما كتشوفوا، انا هزيتها كيبقى السكر كيف ما هو. تلاقاو البنات باش نشوفوها في الطبق التقديم ان شاء الله. بالنسبه للسكر كلاصي البنات اللي استعملت هذا رميساء السكر كلاصي رميساء، كاين هذا اللي بالبلوسيال وكاين هذا اللي بالزرق، انا استعملتهم بجوج بحال ها هو مكتوبه فيه سبيسيال باتيسري سكر غلاس سبيسيال، يعني ماشي العادي. ما تستعملوش البنات العادي راه ما غيبقاش لكم شاد في ما غيشدش لكم في الغريبه ديالتكم، استعملوا هذا. انا بغيت نوريه لكم اللي بغات تعرف الاسم ديالو ولا شي حاجه. المهم هو هذا،